السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير. دلوقتي الظهر عندنا. دلوقتي انا دلوقتي في الطريق للجولد كوست، المطعم اللي ورايا ده على طول، ده يعتبر اشهر مطعم موجود في الطريق على الجولد كوست. هو الجولد كوست بعيد عني حوالي ساعة ونص بالعربية، وده بعيد عن البيت عندي حوالي ساعة مثلا. المطعم دوت مطعم اللي هو الباي او الشطاير اللحم. ده اول ما جيت هنا بالنسبة للناس كلها كانت عمالة تتكلم عليه، يعني انها تعتبر من معالم البلد، حاجه زي البرنس في مصر والمطاعم اللي بتبقى مشهوره جدا انك انت لازم تنزل مصر، لازم تروح تجربها، يعني او زي قهوه الفيشاوي لازم تروح مصر تنزل تقعد عليها. بيبقى الجو مختلف انك انت بقى لازم جربت، بس مش هقول لك يعني انك انت تسافر مخصوص عشان تجي لها، بس محطوطه من معالم البلد. يعني انت لو الناس اللي بتحب تضيف حاجات للبرنامج السياحي بتاعها، مهم جدا وانت رايح للجولد كوست تحط حاجه زي كده، بتبقى مهمه انك انت تتكلم عنها. بص على الموقع اسمه يتلا او يلا تعالى، فممكن تبصوا عليه وتشوفوا وتقولوا لنا ايه رايكم ونجرب ايه الفتره الجايه. وشكرا والسلام عليكم، وتابعوا معانا وفي الطريق ان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية. السلام عليكم.